طبعا من المقرر النهارده تستقبل مصر جرعات للقاح كورونا من مبادره كوفاكس جافي، بنتكلم عن 854,000 جرعه. طبعا كوفاكس هي المنظمه او المؤسسه العالميه المنوط بها توفير اللقاح، وانه الدوله كمان شغاله على توفير اللقاحات بكميات متتاليه من جهات متعدده. الجزء الاكبر من التطعيمات بياتي من الصين طبعا نظرا للعلاقات بيننا وبين الصين. طبعا مصر بتعيش حاله من الموجة، يعني مش عارفه هل احنا لسه في الموجه الثانيه ولا يعني في، او مع الاعداد الحاليه ربما نكون دخلنا في الثالثه، شاننا شان العالم كله. خلونا نعرف تفاصيل اكثر عن اللقاحات، اين نحن، المرحله القادمه من اعداد الاصابات. تضيفي عبر سكايب دكتور اسلام علان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. دكتور اهلا بك. مساء الخير. مساء النور يا دكتور. النهارده مصر بتستقبل جرعات جديده من اللقاحات، خليني اسالك عن الاهميه في استقبال جرعات متتاليه للقاح كورونا من طبعا مبادره كوفاكس. طبعا يعني زي ما تفضلت كده، المبادره الدوليه لتوزيع عدد لقاحات كوفاكس وجافي هي المنوط بها توزيع اللقاحات ل 92 دولة، منهم مصر كمشترك أساسي مع جافي من زمان حتى في لقاحات قديمة، ومع كوفاكس من ساعة أبريل 2020. فكرة اللقاح هي حاليا هي الحل الوحيد قدام البشرية، يعني في ملايين الإصابات اللي موجودة. احنا طبعا عارفين ان الجوائح تاريخيا حتى هي ملهاش غير اربع حلول للانتهاء، يعني اما تنتهي لوحدها، يعني يجي تحور مفاجئ للفيروس ويختفي، نتمنى ده يحصل، يعني ده ما حصلش حتى الآن، أو أن يبقى فيه علاج جيد وناجع للمرض نفسه، ده برضو لسه لغاية دلوقتي لم يكتشف، أو أن احنا نعزل كل المصابين عن السلام والفيروس يختفي، وده برضو مش موجود، أو الحل الرابع وهو الوحيد قدامنا أنه يكون فيه لقاح زي ما عملنا في شلل الأطفال. فاللقاح هو الحل الوحيد ان احنا نقلل الجائحه. قدامنا امثله شفناها للقاحات، يعني انجلترا وامريكا حاليا ابتدى الكيرف، يعني هم في نهايه الموجه صحيح، لكن الكيرف نزل نزول شديد، يعني من تسجيل في يناير قبل اللقاحات في حدود 1800 وفاه يوميا في دكتور في هذه النقطة تحديدا فيما يتعلق بالعالم والكيرف وكيف أثر التطعيم بشكل منضبط على أعداد الإصابات أو الوفيات بشكل أدق. خليني أسألك عن نقطة أخرى متعلقة في الداخل المصري، أنه المجموعات اللي تم تطعيمها لغاية دلوقتي الناس بتسألها سؤال واحد ومباشر، أنهي لقاح تم تطعيمكم به؟ هل فرق قوي يعني؟ ده سؤال كويس. يعني هنقول ان اللقاحات طالما اجيزت، احنا عندنا معيار للقاحات، المعيار ده هو السلامه والفعاليه. من حيث السلامه، كل اللقاحات اللي اجيزت عندها نفس درجه السلامه، والسلامه احنا بنحددها بحاجه اللي هي قصيره المدى، لان هو ما فيش مشاكل طويله المدى من اللقاحات، عشان الناس كانت بتسال لم يتم رصدها بعد يعني سنتين بعد ثلاث سنين هيحصل حاجه، لا، اللقاحات لا اما يظهر في ساعتها يا اما خلاص تمام كده. وكلهم بنفس الاثار الجانبيه البسيطه اللي هي شبيهه بلقاح الانفلونزا، اوقات اشد شويه، اول يومين او يومين ونص بعد كده بتختفي. تاني معيار هي الفاعليه، احنا عندنا في الفاعليه الاختلافات ما بين اللقاحات، الاختلافات في الفاعليه ضد ان حد ما يجيلوش الاصابات اللي هي المتوسطه والخفيفه، اللي احنا بنسمعها 80% او 79% في سينوفارم، اعلى شويه في استرازينيكا، 90 و94 في موديرنا وفايزر، وفي جانسون تقريبا في حدود 60. كل الارقام بنسمعها دي معناها ان دي حمايه ضد الاعراض الخفيفه والمتوسطه، ان هي ما تظهرش. لكن كل اللقاحات الموجوده على مستوى العالم واللي اجيزت بتدي فعاليه 100% ضد المستشفى والحالات الحاده والوفيات، وده المهم. احنا عايزين نحيد المرض نفسه، بحيث ان الناس اللي كان بيجي لهم كوفيد ولا قدر الله بيتوفوا ياخدوا اللقاح فما يتوفوش. حتى لو عندي اصابات كثيره لكنها خفيفه، ده معناه ان انا حيدت هذا المرض، ده كانه زي الانفلونزا يعني، بيصيب ملايين البشر، عدد الوفيات قليل، بالتالي اقدر ارجع تاني لحياتنا الطبيعيه. عشان ده يحصل محتاجين ان احنا الناس تتجه للقاحات، على الاقل الخطه بتاعت الدوله المصريه السنه دي ان احنا على الاقل ندي التطعيم ل 20% من المصريين، يعني تقريبا 20 مليون، ودول الفئات المستهدفه اللي لا قدر الله لو جالهم كوفيد هيجي لهم اعراض تنفسيه حاده، لا قدر الله يتوفوا، اللي هم كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه والكوادر الطبيه. لذلك الاهميه القصوى حاليا هي ان الناس كلها تسجل، خصوصا الثلاث فئات، لان احنا فتحنا كمان فئه رابعه
مصر فتحت فئة رابعة على البورتل، وان الناس تلتزم بالمواعيد، خصوصا ان الفترة دي فيها مواعيد كثيرة في نشاط اعلى بكتير من اللي كان موجود الاسبوعين اللي فاتوا في عدد الجرعات وعدد المراكز اللي فيها اللقاحات، خصوصا انه في العالم كله دكتور اي حد رايح يتلقى جرعه التطعيم ما بيبقاش عارف هو رايح على انهي لقاح، فهذه المساله اعتقد مختلف عندنا في مصر، يعني لا اي حد انت خدت انهي لقاح يعني مش هتفرق اعتقد يعني كتير انا اساسا المفروض يعني هي مش فارقه، احنا موجودين انا عايزه اروح اخد استرازينيكا يعني مش فارقه الاثنين تعديدا يعني. طب خليني اسالك يا دكتور قبل ما اقطعك، كنت حضرتك بتتكلم عن نزول الكيرف في الولايات المتحده وبريطانيا، ولكن على الجانب الاخر احنا شايفين في اوروبا موجه مش عارفه هل دي عنيفه ولا لا، ولكن في اغلاق، في اصابات بتزيد، الوفيات مش بتزيد ولكن الاصابات بتزيد، هل ده له علاقه بمعدل التطعيم ولا له علاقه بذروه الموجه الثالثه؟ ده سؤال كويس جدا يا استاذه لما، يعني احنا لو ربطنا كده عملنا ارتباط ما بين الجرعات اللي موجوده في اوروبا وما بين مستوى الاصابات، هنجد ان الدول اللي عدت 20% الكيرف معليش زي الدول اللي اقل من 10% في التطعيم. يعني الكيرف مثلا في انجلترا مثلا زي ما كنا بنتكلم في الاول نزل من 1400 تقريبا ل 60 وفاه يوميا فقط، يعني كيرف الوفيات ان هم معديين اكتر من 50% من السكان. البلاد اللي عندهم مشاكل في التطعيمات او شويه شكوك من الشعوب، يعني المانيا ابتدى يبقى فيها انتي فاكسرز او جماعات معديه للقاحات نشاطها اعلى شويه، ابتدى الكيرف يزيد، ابتدى يبقى فيه اغلاق لمده 3 أسابيع لسه معلن عنه الاسبوع دوت، فبالتالي اللقاح كل ما هيزيد على الاقل انا قللت كيرف الوفيات. حتى البلاد اللي عندها 10% زي او اكتر زي اسبانيا مثلا كيرف الاصابات بيزيد، لكن على الاقل كيرف الوفيات وده المهم بيقل، يعني عدد الوفيات نفسه بيقل، وده اللي احنا عايزين نوصل له. ومش فارقه يعني برضه عليك النقطه دي مهمه، مش فارقه هتروح تاخد سينوفارم او استرازينيكا طالما الاثنين اجيزوا من هيئه الدواء المصريه، اجيزوا من الجهات العالميه، الاثنين عندهم نفس السلامه ونفس الفعاليه تقريبا، اختلافات بسيطه. الطبيب هناك في المركز التطعيم بيقعد مع شخص بيتكلم معاه، بعد كده على حسب الكلام والاولويه والافيلابيليتي الوجود للفاكسين نفسه بيبتدي الاتاحه بيبتدي يوجهه على الفاكسين، والموضوع ما بياخدش يعني وقت طويل يعني. ومش عايز بس الناس تقلق انا خدت سينوفارم حصل لي حاجه بعدها ولا ما حصليش، طب وانا لو ما حصليش اثار ما بعد الفاكسين هل ده معناه انه ما اشتغلش؟ دي بتختلف من حد لتاني يعني. في حد ياخد الفاكسين هيقعد يومين همدان حاسس ان حرارته بتعلى وبتقل نص درجه، في حد هياخد الفاكسين ومش هيحس غير نص ساعه ساعه رياكشن وخلاص، ده مش معناه ان الفاكسين ما اشتغلش، يعني في كل الحالات الفاكسين شغال. خليني اسالك يا دكتور عن هل في اوجه تشابه بين الموجه الاولى والثالثه، لان الحقيقه انا سمعتها في بعض الاطباء في اوروبا انه يمكن احنا بنواجه اعداد اصابات بتفكرنا بالموجه الاولى، هل ده له علاقه بالتحور او بالتحورات الجديده؟ تمام، دي برضه نقطة كويسة. احنا الموجة الثانية بدايتها ما كانش الفاريانت او المتغيرات للفيروس موجودة بهذه الكثرة، يعني حاليا احنا عندنا المتغير المكتشف في جنوب افريقيا وفي البرازيل وفي انجلترا وغالبا انتشروا في العالم كله، دول معدلات انتشارهم على الاقل الضعف، فيبقى عندنا اصابات اعلى، مرجح ان هي ما تبقى ما بين الموجه الاولى والثانيه، يعني نتمنى ما نسمعش ثاني ارقام فوق 1000، بس متوقع ان احنا نرجع للارقام اللي هي بتاعت 1000 او اكتر من 1000، نتمنى ان ده ما يحصلش يعني، خصوصا ان احنا داخلين على رمضان والتكدس، لكن الانتشار للمتغيرات حتى موجود في المغرب، يعني المغرب اكتشفوا 50 حاله اول امبارح بمصابين بكوفيد المتغير الجديد، فلذلك ابتدى يبقى فيه بعض الاحترازات تاني. ده اللي احنا مقلقين منه في الموجه الثالثه، ان يكون كلها عباره عن متغيرات، لذلك دكتور انا هقاطع حضرتك بعتذر على المقاطعه، ولكن يعني في نفس الموضوع بالفعل اعلنت الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه والسكان عن استقبال 854,400 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا بمطار القاهرة الدولي ضمن اتفاقية كوفاكس بتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات ومنظمة جافي وطبعا الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف والبنك الدولي، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها
تباعا. اوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث الرسمي باسم الوزارة انه لقاح أسترازينيكا حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، لافتا الى ان تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. تبع مجاهد أنه متلقي لقاح أسترازينيكا سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الأولى، يعني بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية 3 شهور. يعني يا دكتور في نفس الإطار مصر بالفعل استقبلت الشحنة لأسترازينيكا 854,400 جرعة من هذا اللقاح. دكتور يعني عايزة أسأل حضرتك لأنه في واضح أو واضح أنه في مش عدم إقبال، الناس مش متشجعة قوي تحديدا كمان الفئات الأولى أصلا أن هي تسجل كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة. حضرتك تقول إيه في هذا الإطار وعن أهمية التطعيم في هذه المرحلة؟ تمام، يعني نقطتين مهمين. أول حاجة الناس اللي قلقانة من اللقاح هو بسبب طبعا ان الاخبار والاشاعات بتنتشر اسرع من الحقائق العلميه للاسف، يعني فالتخوف من اللقاح اغلبيته جاي من فكره السرعه. يعني احنا ازاي عملنا لقاح في 6 شهور اللي كان بياخد من 5 سنين ل10 سنين؟ الاجابه ببساطه، يعني احنا دلوقتي عندنا ثلاث اختلافات مهمه جدا عن قبل كده. اولهم واهمهم ان احنا عندنا متطوعين ينفع ان هم يجربوا اللقاح. احنا كان مشكلتنا زمان ان احنا نجد متطوعين مثلا للايبولا ياخدوا اللقاح، بعد كده الايبولا نفسه مثلا مش منتشر ان انا اجربه، لكن دلوقتي عندنا مئات الالاف من المتطوعين وعندنا ملايين المصابين، فاقدر اجرب الفعاليه بتاعه اللقاح في التجارب بسرعه. اللي اقدر اعمله في 5 سنين كنت اقدر اعمله في 6 شهور. تاني حاجه التمويل، عمر ما حصل في البحث العلمي تمويل زي ما حصل في 2020. تالت حاجه عشان يعني نختصر الوقت هي فكرة التكنولوجيا، التكنولوجيا المتبعة حاليا أحسن وأحدث بكتير من اللي كان بتحصل قبل كده. طب الفئات المستهدفة الثلاثة دول أكتر فئات المفروض ياخدوا اللقاح، لأن لو عملناها حتى من حيث المنفعة والريسك، إحنا بنتكلم إن لو لا قدر الله حد بيقول الاختيار هل يجي له كوفيد 19 وعنده سكر أو ضغطه عنده 60 سنة ولا ياخد لقاح. الكوفيد غالبا هيجي للناس كبار السن اصحاب الامراض المزمنه باعراض حاده، احنا عايزين نتلافى ده. ممكن يبقى في مستشفى، ما فيش حاجه تساوي يوم واحد في مستشفى طبعا. مش بنتكلم حتى وفاه. الاثار الجانبيه للقاح معروفه وبسيطه وبتقعد يومين بعد كده تختفي. مهم جدا الدول اللي خدت لقاح هم الدول اللي عرفت تقلل الوفيات، مهم جدا ان احنا نحافظ على نفسنا، نحافظ على الناس كبار السن اللي عندهم ضغط وسكر. لو هم خايفين، انا دايما بقول حتى لو انت دلوقتي عايز لسه تطمن، عايز تسال الدكتور بتاعك، سجل بسرعه، لان انت لا ممكن لما تسجل لو عندك مرض مثلا مناعي معين وهتضطر تاخر شويه اللقاح هتقدر تعمل كده، لكن لو ما سجلتش وعايز ترجع تاني تسجل تاخد اللقاح انت الدور بتاعك هيتاخر تاني. فسجلوا، اسالوا الدكاتره بتوعكم، كل واحد يرجع للطبيب بتاعه، وفي طبيب في مراكز التطعيم ان هو يبتدي يوجه الناس خصوصا نقطه الضغط والسكر قبل. دكتور اسلام لو تتفضل بالبقاء معي، بينضم الينا عبر الهاتف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه والسكان. يا دكتور برحب بيك. شحنه اخرى وصلت من اللقاحات الى الداخل المصري، بنتكلم عن 854,400 جرعه من لقاح فيروس كورونا تحديدا انتاج شركه أسترازينيكا. ايه التفاصيل يا دكتور؟ اهلا بحضرتك، تحياتي اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. احنا مصر تعاقدت على 40 مليون جرعه من لقاح أسترازينيكا مع التحالف الدولي للتطعيمات عن طريق كوفاكس. الحقيقه التحالف الدولي للتطعيمات دي اول جرعه منهم، ما يقارب المليون جرعه او 854,000 جرعه. دي اول دفعه من اللقاح الدولي للتطعيمات او للامصال واللقاحات تصل الى مصر ان شاء الله خلال يمكن دقائق معدوده. تهبط الطائره الحاملة لحوالي مليون جرعة اللي هي الدفعة الأولى. والحقيقة في يعني وفد من وزارة الصحة بالفعل في مطار القاهرة الدولي مع منظمة الصحة العالمية مع منظمة اليونيسف في استقبال هذه الشحنة. ولقاح ده لقاح أسترازينيكا، وده حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية ومن هيئة الدواء المصرية، ولكن تلك الشحنه بتخضع لتحاليل في معامل هيئه الدواء المصريه قبل استكمال تطعيم الاطقم الطبيه. تحاليل بقى في الداخل المصري يا دكتور بتاخد وقت قد ايه تقريبا؟
يعني ايام قليله، يعني ممكن اسبوع، ويعني ويتم طرحها عينات عشوائيه من الشحنه، مش كل شحنه بتخضع للتحليل علشان يعني زياده تاكيد وامان على امان هذه الشحنه. لكن اللقاح بصفه عامه كاسترازينيكا، يعني احنا عندنا بالفعل دفعه جت قبل كده من شركه استرازينيكا 50,000، لكن دي اول دفعه من التحالف الدولي للتطعيمات ضمن ال 40 مليون جرعه المقرر استقبالها تباعا خلال عام 2021. زي ما ذكرت لحضرتك ان المتلقي اللقاح بيحصلون على الجرعه الاولى ثم الجرعه الثانيه بعدها ب 12 اسبوع او ثلاثه اشهر من تلقي الجرعه الاولى. خليني اسالك يا دكتور، حضرتك احنا بنتكلم في 40 مليون جرعه تقريبا، المقرر وصول الشحنه الثانيه امتى، وكله في نطاق هذا العام زي ما فهمت من حضرتك؟ يعني حضرتك احنا استقبلنا الحقيقه ايميل رسمي من الكوفاكس او من التحالف الدولي للتطعيمات ضمن مبادره الكوفاكس بان اول مليون جرعه هتكون في هذا التاريخ، وبالفعل ده تم ان شاء الله. الجرعات هتيجي تباعا، واحنا يعني خليني برضو اؤكد لحضرتك ان احنا بدانا منذ بدايه فتح الموقع الالكتروني 28 فبراير الماضي وتسجيل الفئات المستحقه. الحقيقه كان عندنا 40 مركز فقط على مستوى الجمهوريه، تم زيادتهم ل 139 مركز ووحده صحيه ومستشفى على مستوى الجمهوريه لتلقي اللقاح، وده في اطار التيسير على المواطنين وسرعه تلقي اللقاحات. دكتور، مع الاعداد الزياده اللي بتجيلنا من الشحنات، هل في تخطيط او مخطط ان احنا نزود المراكز للتطعيم؟ احنا زودناها بالفعل ل 139 مركز، يعني هم كانوا 40 مركز فقط، زودناهم ل 139 مركز. حضرتك هتلاقي النهارده اللي كان بيسجل، يعني اللي سجل منذ انطلاق الموقع، يمكن في بعض الاماكن اصبح عليها ازدحام شديد وويتنج او انتظار، وبالتالي احنا عالجنا ده بزياده المراكز، والان بيقوم مركز معلومات بوزاره الصحه باعاده توزيع اللي سجل في مركز وقدامه قائمه انتظار، بيعاد توزيعه على مركز اخر من المراكز اللي تم فتحها جديده او التوسع فيها منذ 48 ساعه، وبالتالي بيتبعت له رساله وبيقدر ان هو يتلقى اللقاح يمكن ثاني يوم، وفي ناس بتسجل وفي نفس اليوم بتجيلها رساله توجه المركز الفلاني عشان تتلقى اللقاح. فالتوسع في المراكز مع زياده الاعداد الشحنات او الضخ اللي بيجي تباعا هيساعدنا على يعني زياده اعداد المواطنين اللي بيحصلوا على اللقاح تباعا، وبالتالي نقدر نخش ننتقل من الفئات الكبار السن لكل او باقي فئات المجتمع. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه والسكان. دكتور اسلام، سؤالي الاخير قبل بس ما اختم مع حضرتك، توقعاتك للموجه الثالثه، وهل بدات الموجه الثالثه من كورونا في مصر فعلا؟ احنا حاليا في المقدمات بتاعت الموجه الثالثه، اللي احنا يعني للاسف قدرنا وقوعها في ابريل ومتزامنا مع قبل بدايه يعني شهر رمضان والاستعداد ليه. احنا بس اللي احنا مش عايزين نوصله زي ما كنا بنتكلم كده، ان احنا نرجع تاني لعدد اصابات اكتر من 1000، هو ده اللي مخطوط زي ما بنقول السيناريو السيء، يعني احنا نرجع تاني ل 1200 و1300 اصابه. نعم. لو ما حصلش الاحترازات، او لو حصل زي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت للاسف في استعداد لرمضان كان الازدحام شديد، والاصابات كانت 200 في اول رمضان، وصلت ل 700-750 في اخر رمضان. اول مره لو نفتكر سمعنا 1000 اصابه في اليوم، ده كان بعد العيد على طول. فلو حصل نفس التكدس، احنا نفسي نتعلم من اللي حصل السنه اللي فاتت، للاسف هنرجع تاني نسمع الاعداد الكبيره. فالفترة دي فترة مهمة ان احنا نقلل التجمعات، فترة مهمة تاني ان احنا نرجع ما نسلمش ونحضن ونرجع نلبس الكمامة ونرجع لاحترازاتنا، عشان فقط يعني نقدر ان احنا نعيد. السنة فاتت قلناها وللأسف كان العيد يعني الى حد ما مش احسن حاجة، نتمنى ان السنة دي نقدر باذن الله نعيد وسط اهلنا، مفيش اصابات، مفيش عيله فيها اصابه، ومحدش كبير على الاصابه كمان يا دكتور، لانه اعتقد انه بقى دلوقتي اللي بيتصاب بيصيب العيله كلها، ده بقى ملحوظ بشكل دقيق جدا في الكثير من الاصابات، يعني كمان حوالينا، يعني مش حتى من خلال رصد اي ارقام. دكتور انا بشكرك، شكرا جزيلا على وجودك معنا. دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، شكرا ليك يا دكتور.